إذن بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. كما سبق وأن أخبرتكم بذلك، سنخوض معا خلال هذه الحصة تجربة جديدة في مجال التدريس، وذلك من خلال اعتماد أسلوب أو آلية المحاضرات الإلكترونية. وطبيعة الحال يأتي اختيارنا لهذه المنصة الإلكترونية في إطار تفاعل وانفتاح كليتنا مع المستجدات التكنولوجية في مجال التعليم، ورغبة من أطرها التربوية في تعميم المعرفة وجعلها في متناول أكبر عدد من الناس، بدل الإبقاء عليها حبيسة أو لا حبيسة مدرجات الكلية، يستفيد منها الأساتذة والطلبة فقط. قبل أن أبدأ عرضي هذا، أود تقدم الشكر الجزيل للسيد عميد كلية الحقوق الأستاذ عبد الغني بوعياد، وكذلك إلى السيد رئيس جامعة المولى إسماعيل الأستاذ حسن السهبي. لداني ما فاتئ يشجعان ويحثان الأساتذة على استعمال منصة المحاضرات الإلكترونية. طبيعة الحال مع توفير كل الظروف وتهيئة كل الشروط اللازمة لإنجاح هذه التجربة. على هذا الأساس وقع اختياري عليكم، أنتم طلبة مصر السياسة العمومية في إطار مادة السياسة الخارجية، التي كما تعلمون حددنا لها محور أساسي ورئيسي السياسة الخارجية المغربية الإفريقية، وذلك تفاعلا منا كأساتذة وكطلبة مع التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المغربية في الفضاء الإفريقي. وعليه العنوان المقترح للمحاضرة هو السياسة الخارجية المغربية في بيئة إفريقية متحولة. يرى العديد من الباحثين والمراقبين على أن النجاحات الكبرى التي حققتها السياسة الخارجية المغربية بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة ستكون لها ارتدادات وتداعيات إيجابية على المغرب، لا سيما مرتبطة منها بتعزيز قدرة المغرب على حماية والدفاع عن مصالحه وعن حقوقه ومصالحه الوطنية العليا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية العادلة والمقدسة. فضلا عن دلالات وأبعاد استراتيجية أخرى هامة مرتبطة أساسا بدعم وتعزيز دور ومكانة المغرب القارية وفي النسق الدولي ككل. هذه النجاحات كما تعلمون لم تأتي من فراغ، بل استندت إلى جملة من الركائز والمقومات التي يمكن تحديدها في ثلاث مقومات أو ركائز أساسية. أولا، القراءة الدقيقة والتقدير الموضوعي والإدراك الاستراتيجي العميق من قبل صانع القرار السياسي المغربي لطبيعة ودلالات وأبعاد المتغيرات الجارية حاليا في الساحة الإفريقية. ثانيا، التوظيف الذكي والناجح لأوراق التأثير التي تمتلكها السياسة الخارجية المغربية وبما يتلائم مع هذا الواقع الإفريقي الجديد. ثالثا، أو الركيزة الثالثة، مرتبطة بطبيعة ومضمون الاستراتيجية المتبعة من قبل المغرب تحقيقا لأهداف سياسته الخارجية، والتي يصطلح على تسميتها في الأدبيات الاستراتيجية باستراتيجية التدخل النشط لخدمة الأهداف. وعليه فالسؤال الذي يطرح والذي ستشكل مقاربته محور هذه المداخلة هو كالتالي: ما هي طبيعة وأبعاد ودلالات المتغيرات الجارية حاليا في الساحة الإفريقية، وكيف تفاعلت معها السياسة الخارجية المغربية؟
يمكن في هذا الإطار الحديث عن 5 متغيرات رئيسية وأساسية، وهي كما يلي: متغيرات جيوستراتيجية، متغيرات جيواقتصادية، متغيرات سياسية، متغيرات أمنية، وأخيرا متغيرات سوسيو إنسانية أو اجتماعية إنسانية. أولا متغيرات جيوستراتيجية مرتبطة أساسا بتصاعد مكانة القارة الإفريقية في الاستراتيجية العالمية، سواء تعلق الأمر باستراتيجية القوى الكبرى أو القوى الإقليمية. فإذا كان التنافس الاستراتيجي العالمي على القارة الإفريقية قد عرف بعد الانحصار، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، إلا أن هذا التنافس انبعث في صياغ جديدة واتخذ منحا تصاعديا في ظل ظهور تطورات ومستجدات جديدة في الساحة الدولية، والتي يمكن حصرها في 4 مستجدات رئيسية. المستجد الأول: بروز ظاهرة العولمة. المستجد الثاني: أحداث 11 من شتنبر الإرهابية، والتي أعادت وضع القارة الإفريقية في صلب الاستراتيجية الأمريكية. ثالثا: العودة الروسية للعب أدوار طلائعية في الساحة الدولية، وذلك بالشكل الذي دفع بالعديد من الباحثين إلى وصفها بالقطب العائد. المستجد الرابع، وهو تمدد النفوذ الصيني في مختلف الفضاءات الجيوسياسية العالمية، ومن بينها بطبيعة الحال الفضاء الجيوسياسي الإفريقي. هذا التمدد الصيني على امتداد الخارطة الجيوسياسية العالمية دفعت بالباحثين إلى وصف الصين بالقطب الصاعد. هذه المعطيات أو المستجدات الأربع شكلت في اعتقادنا قوة الدفع الرئيسية لاستعادة القارة الإفريقية لمكانتها في الاستراتيجية العالمية، لا سيما وأن القارة الإفريقية تستجمع وتتوفر على كل الشروط والمقومات التي تؤهلها لتكون فضاء جذابا لتزاحم المشاريع العالمية التنافسية، وهي المقومات الثلاث الرئيسية. أولا، الموقع الجيوسياسي الهام للقارة الإفريقية، والذي يجعلها تحادي أو تجاور أهم الفضاءات الجيوسياسية العالمية وأكثرها احتضانا للتفاعلات الدولية، سواء تعلق الأمر بالتفاعلات الصراعية أو التعاونية، وأقصد بذلك بالأساس الفضاء الأوراسي وكذلك الفضاء الشرق أوسطي، الذي تعتبر القارة الإفريقية امتدادا طبيعيا له من جهة الشرق. ثانيا، إن القارة الإفريقية تضم أو تطل على أهم الممرات المائية الدولية وأكثرها حيوية للاقتصاد العالمي. من بين هذه الممرات المائية ذات الأهمية الجيوستراتيجية نجد قناة السويس، هناك كذلك مضايق تيران، مضيق زنجبار، مضيق موزمبيق، ورأس الرجاء الصالح، فضلا عن إشراف القارة على كل من مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب، وهو ما يجعل إفريقيا همزة الوصل بين قارات العالم. المقوم الثالث: الإمكانات والثروات الهائلة التي تتوفر عليها القارة، سواء على مستوى الثروات الطبيعية الطاقية منها أو المعدنية،
وكذلك على مستوى أسواقها التجارية الضخمة. هذه الأسواق التي عرفت ازدهارا ملحوظا لا سيما في ضوء ارتفاع المضطرد للقدرة الشرائية لساكنة القارة وتوسع قاعدة الطبقة الوسطى فيها، وهي الطبقة المعروفة بنزعاتها وميولاتها الاستهلاكية المتصاعدة. كل هذا يبرز الأهمية الكبرى واللامتناهية للقارة الإفريقية من الناحية الجيوسياسية، وهو ما يجعل بالتالي من التواجد فيها مرتكزا ضروريا ورافعة أساسية لكل سياسة أو لكل دولة ذات طموحات عالمية، وهو ما يفسر كذلك دلالات وأبعاد المشاريع أو المشاريع الجيوسياسية المتزاحمة على القارة والطامحة كلها، أي هذه المشاريع، إلى إيجاد موطئ قدم لها على امتداد الخريطة الجيوسياسية للقارة. إن هذا المتغير الجديد المرتبط بتصاعد مكانة القارة الإفريقية في الاستراتيجية العالمية وفي النسق الدولي ككل، أدركه صانع القرار السياسي المغربي إدراكاً عميقاً، وتفاعل معه بشكل إيجابي وبناء، ترجم بالعودة المغربية إلى الإطار المؤسساتي للقارة الإفريقية متمثلاً في منظمة الاتحاد الإفريقي، والتوجه المغربي لإعادة بناء وتشكيل علاقاته وشراكاته وتحالفاته القارية، فضلاً عن العمل على بعث وإحياء دوره التقليدي التاريخي في القارة. وهو من شأنه أن يجعل المغرب رقماً صعباً في المعادلات الجيوسياسية القارية، وشريكاً فعالاً ونديّاً في بناء حاضر القارة والمساهمة في صياغة معالم مستقبلها، لا سيما وأن المغرب يتوفر على كل المؤهلات والإمكانات التي تؤهله للنهوض باستحقاقات هذا الدور وبما يتناسب مع مكانته القارية المتصاعدة، والتي ترشحه حسب العديد من المراقبين ليكون بمثابة قوة تعديلية في النظام الإقليمي الإفريقي. ثانيا، متغيرات جيواقتصادية مرتبطة بتصاعد مكانة القارة الإفريقية في العلاقات الاقتصادية الدولية وفي النظام الاقتصادي العالمي ككل، لا سيما مع بداية الألفية الثالثة، لدرجة دفعت بالعديد من الباحثين والمراقبين إلى القول بأن عصر إفريقيا قد بدأ فعلاً. فالقارة الإفريقية، وبفضل الثروات الهائلة التي تزخر بها والمستويات المتقدمة من النمو والتطور الذي أخذت تحققه بعض فضاءاتها الجهوية، كل هذا جعلها تشهد تنافساً اقتصادياً قوياً وشرساً بين الاقتصادات العالمية الطامحة جميعها إلى ضمان حصتها من الاستفادة من مقدرات وإمكانات وثروات القارة الإفريقية. وهو التنافس الذي ترجم عملياً بتوجه هذه القوى الاقتصادية الكبرى إلى تعزيز وتشبيك علاقاتها ومصالحها الاقتصادية مع دول القارة والارتقاء بها إلى مصاف الشراكات
الاستراتيجية. إن هذا المعطى الجيواقتصادي الجديد أدركه صانع القرار السياسي المغربي إدراكا عميقا، بحيث عمل المغرب بدوره على تعزيز وتشبيك علاقاته ومصالحه الاقتصادية مع دول القارة. ترجمها هذا التشبيك المئات من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تغطي كافة مناحي الحياة، والتي يتوخى المغرب من خلالها إلى تثبيت وتعزيز وضع الشراكة مع الدول الإفريقية. هذا ويجدر بنا في إطار الحديث عن الشراكات المغربية الإفريقية تسليط الضوء على بعض خصائص ومقومات هذه الشراكة، وذلك كالآتي: أولا، إيلاء اهتمام أكبر للبعد التضامني في المشاريع التنموية التي تطرح هذه الشراكة، وذلك في إطار رؤية مغربية جديدة للتعاون جنوب، الذي يسعى المغرب إلى جعل القارة الإفريقية منطلقا وفضاء أوليا لتطبيقاتها، أي تطبيقات هذه الرؤية، وذلك كبديل عن التعاون شمال جنوب الذي هيمن عليه البعد المصلحي وأظهر محدوديته في معالجة مشاكل القارة والاستجابة لطموحاتها ومطالبها، كما عمل كذلك، أي تعاون شمال جنوب، على تعميق التبعية الاقتصادية للقارة وتكريس استقلاليتها السياسية المنقوصة. ثانيا، اتصاف هذه الشراكات بما يصطلح على تسميته بالمرونة الشجاعة، وذلك من خلال العمل على الابتعاد بهذه الشراكات عن منطق المشروطية أو الاشتراطات السياسية، بخلاف ما هو حاصل في بعض نماذج الشراكة مع دول القارة وتحديدا الشراكة الأوروبية، وذلك وعيا من المغرب بأن الشراكات الاستراتيجية الناجحة والعقلانية تستلزم ضرورة تحييد الخلافات السياسية أو على الأقل التعايش معها، بدل الارتهان إلى تعقيداتها وقضاياها الخلافية. ثالثا، ظهور بعد جديد في الشراكة الاقتصادية المغربية الإفريقية وفي الدبلوماسية الاقتصادية المغربية بشكل عام، يصطلح على تسميته بدبلوماسية الأنابيب، وهو ما من شأنه أن يجعل المغرب رقما صعبا في المعادلات الجيوطاقية في القارة وطرفا أساسيا في عملية التفاوض الإقليمي والدولي حول قضايا الطاقة. ومن هنا كان مشروع التعاون الطاقي أو الربط الطاقي الذي طرحه المغرب على دولة نيجيريا رهانا استراتيجيا بالغ الأهمية وورقة اقتصادية وسياسية واستراتيجية في غاية الأهمية، وذات فائدة كبرى في تفاعلات المغرب القارية والدولية. رابعا، التوجه
لجعل مشاريع الشراكة المغربية الإفريقية موضوعاً للإدارة الجماعية والتشاركية وهدفاً للتعاون الإقليمي القائم على أسس الحكامة الإقليمية التي تستحضر منطقة التضامن والتكامل والتعاون لتلبية المصالح المتبادلة والمشتركة، وبعيداً عن أي رغبة أو طموح من قبل المغرب للعب دور القيادة أو الزعامة في القارة، وذلك وعياً من المغرب بأن هذه المفاهيم والأدوار لم يعد لها مكان في ظل البيئة العالمية الجديدة، وهي البيئة القائمة على التبعية المتبادلة وعلى منطق القيادة التشاركية. خامساً، إن طبيعة ومضمون الشراكات المقترحة من طرف المغرب على الدول الإفريقية يستجيب ويتلائم مع توجهات واشتراطات القوى المانحة دولاً ومؤسسات مالية دولية، وهي القوى التي تميل وتفضل تمويل مشاريع وتطبيقات التنمية الإقليمية المتكاملة مقابل العزوف عن تمويل مشاريع وتطبيقات التنمية الخاصة أو الفردية إلا في أطر جد محدودة وغير ذات تأثير كبير على عملية التنمية. ثالثاً، متغيرات سياسية مرتبطة بتصاعد مؤشرات وتطبيقات الديمقراطية في الحياة السياسية الإفريقية، فالقارة لم تكن لتبقى بمنأى وبمعزل عن التفاعل مع التحولات القيمية الكبرى التي شهدها النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة، والمتمثلة أساساً في اختفاء المنظومة القيمية الاشتراكية نظرية وممارسة مقابل تصاعد جاذبية وتطبيقات النظرية الليبرالية في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية، وهي النظرية أي الليبرالية التي غدت تشكل الأساس الأيديولوجي الوحيد للنظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة، طبعاً الحال في غياب بدائل إيديولوجية أخرى. وفي هذا الإطار لوحظ تصاعد واضح وقوي للنخب السياسية الإفريقية ذات الميولات أو ذات المرجعية الفكرية الليبرالية وذات الأصول الاجتماعية المدنية مقابل تراجع النخب السياسية الإفريقية ذات الميولات الاشتراكية وانحصار ظاهرة النخب السياسية العسكرية طبعتها التي تصل إلى السلطة عبر آلية الانقلابات العسكرية، وهو ما أدى إلى توسع قاعدة وتطبيقات الديمقراطية في القارة باستثناء طبيعة الحال بعض البيئات السلطوية الاستبدادية المتناطرة في بعض جهات القارة والتي ما زالت تعاكس تيار الديمقراطية الجارف هذا مفضلة مقاومة حركية التاريخ وديناميته
ومفضلة البقاء على هامش التاريخ إن لم نقل خارجه. وأهمية هذا المتغير المرتبط بسيادة مناخ الليبرالية في القارة الإفريقية، والمرتبط كذلك بالمرجعية الفكرية للنخب السياسية الحاكمة حاليا في إفريقيا، وبالتكوين الاجتماعي المدني أو الخلفية المدنية لهذه النخب له أهمية من ناحيتين. أولا، ستكون له تأثيرات دالة على كيفية تصور تلك النخب للعالم الخارجي وعلى عملية صنع السياسة الخارجية وتحديد توجهاتها ووسائل تنفيذها. من ذلك مثلا أن النخب السياسية ذات الأصول المدنية أكثر ميلا لتعزيز فرص السلام والركون إلى الوسائل السلمية والتفاوضية لحل قضايا ومشاكل السياسة الدولية من النخب العسكرية. ومن شأنه أن يساعد في اعتقادنا على إيجاد أو توفير فرص وإمكانات حل العديد من النزاعات المنتشرة في القارة، ومن بينها النزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية العادلة. الأهمية الثانية لهذا المتغير والمتمثلة في سيادة مناخ الليبرالية من شأنها أن تعزز فرص التنمية في القارة، لا سيما في ضوء التوجهات الجديدة للرأسمال الأجنبي الذي لم يعد يكتفي باشتراط البيئات الآمنة لاستثمار وتوظيف أمواله، بل يشترط إلى جوار ذلك ضرورة وجود بيئات الحكم الصالح والرشادة السياسية. وبخصوص المغرب، وإدراكا منه لهذا المتغير السياسي الجديد، انخرط منذ مدة في مسلسل إصلاحات سياسية شاملة وتدريجية تتوخى زيادة منسوب الديمقراطية في الحياة السياسية الداخلية، توجت بصدور دستور جديد للمملكة جاء في خطوطه العريضة مكرسا ومستجيبا للمعايير الديمقراطية كما هي متعارف عليها عالميا، وهو ما مكن المغرب من ولوج نادي الديمقراطيات الصاعدة من بابه الواسع وانتزاع إقرار واعتراف عالمي بمصداقية ونجاعة نموذجه السياسي وسط بيئة إقليمية مطبوعة بالاضطراب وعدم الاستقرار السياسي وحبلى بكل مظاهر وأنماط الدول الفاشلة. رابعا، متغيرات أمنية مرتبطة بتصاعد مظاهر ومؤشرات التهديدات الأمنية، لا سيما منها غير التقليدية، وفي مقدمتها تهديدات الإرهاب الذي عرف تمددا وتوسعا في الساحة الإفريقية، وذلك بالشكل الذي يهدد بتحويل مناطق شاسعة من القارة إلى فضاءات رخوة ومناطق سائبة، فضلا عن تعميم نمط الدولة الفاشلة في فضائها السياسي، وهو ما أوجد تحديات أمنية ضاغطة لدول القارة التي تعاني أصلاً مشاكل مستعصية، ووضع سلم وأمن دول وشعوب القارة موضع تهديد جدي وخطير. كل هذا فرض ضرورة وضع الوضع الأمني للقارة تحت المجهر وإخضاعه للمراقبة والتحكم
قبل استفحاله وخروجه عن السيطرة وتحويل أو وإسقاط القارة الإفريقية في حالة من الفوضى الشاملة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن القاري والعالمي ككل. إن خطر الإرهاب هذا الذي يقض مضاجع القارة الإفريقية لم يكن ليدع المغرب في حالة حياد أو لامبالاة تجاه ما يطرحه من مخاطر، وهو البلد الذي كان من الضحايا الأوائل للعمليات الإرهابية، بل احتل خطر الإرهاب مواقع متقدمة في شواغل وأجندة الدبلوماسية المغربية الإفريقية، لا سيما وأن المغرب فاعل قوي ومتميز في سياسات مكافحة الإرهاب وطنيا وإقليميا وعالميا. وفي هذا الإطار، واقتناعا من المغرب بارتباط أمنه الوطني أشد الارتباط بالأمن القاري ككل، وتفعيلا منه لمبدأ المساعدة المتبادلة والتضامن مع الأشقاء الأفارقة، عمد إلى وضع تجربته الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب رهن إشارة الشركاء الأفارقة كنموذج يمكن استلهامه والاسترشاد به من قبل التجارب الوطنية الإفريقية الأخرى، وكأساس قوي ومتين يمكن البناء عليه في الحرب العالمية الجارية حاليا ضد الإرهاب. ومما يؤكد مصداقية ونجاعة التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب هو ارتكازها على مصفوفة من السياسات الصلبة والناعمة، وهي السياسات التي تتجاوز قمع وردع الإرهاب وجفيف منابع ومصادر تمويله إلى توظيف العديد من المداخل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الفكرية التي من شأنها تقويض اتجاهات الانجراف نحو التطرف والإرهاب، مع حرص الدولة المغربية الشديد على التوفيق بين احترام الحقوق والحريات الإنسانية وبين ضرورات مكافحة الإرهاب. هذا بخصوص تهديدات الإرهاب. أما بخصوص المخاطر الأمنية الأخرى التي تهدد سلم وأمن دول وشعوب القارة، فلم تغب هي الأخرى عن شواغل واهتمامات المغرب، بل كان للمغربي حضور قوي ومتميز في الحد منها وإيجاد حلول سلمية لها، وذلك من خلال آليتين: الأولى تتمثل في المشاركة المغربية الفعالة في عمليات حفظ السلام الأممية في القارة، والتي يرجع تاريخها إلى الستينيات من القرن الماضي، وعرفت تصاعدا مضطردا بعد نهاية الحرب الباردة، واتخذت مظاهر وتطبيقات شتى. الآلية الثانية: قيادة المغرب لجهود الوساطة لحل العديد من الأزمات والنزاعات الداخلية في القارة، لا سيما تلك التي تكتسي بعدا أو طابعا انفصاليا، سواء على أسس قبلية أو عرقية أو مناطقية، وذلك وعيا من المغرب الشديد بخطورة هذا النمط من الصراعات الذي يهدد بتدمير كيان ومؤسسة الدولة الوطنية في إفريقيا وتقسيم دولها وتفكيك أوطانها.
المتغير الخامس والأخير متغيرات اجتماعية إنسانية، لا سيما تلك المرتبطة بتصاعد موجات الارتحالات السكانية والتدفقات البشرية عبر حدود الدول الإفريقية وخارجها، والمعبر عنها بظاهرة الهجرة، وما تطرحه من تحديات ضاغطة تتجاوز القارة لتطال العالم ككل. فالقارة الإفريقية وكما تعلمون تشهد مستويات غير مسبوقة من الهجرة، لا سيما منها الهجرة غير النظامية، والتي أدخلت معها القارة والعالم ككل في حالة من الحيرة والتخبط في كيفية مواجهتها والتصدي لها، كما أفرزت اصطفافا وانقساما عالميا على مستوى الرؤى والمقاربات المعتمدة لمواجهتها والحد من تفاقمها، وذلك بين من ينظر لهذه الظاهرة كتهديد أمني واقتصادي واجتماعي وثقافي، وبين من ينظر إليها كحركة إنسانية ضرورية وكعامل من عوامل التنمية وكمدخل لتعزيز وتعميق التواصل والتلاقح بين الشعوب والثقافات. وبخصوص كيفية تعاطي المغرب مع قضية الهجرة الغير نظامية التي تكتسي حساسية كبرى في إطار علاقاته مع الدول الإفريقية، فقد استقر اختيار المغرب على اعتماد المقاربة الإنسانية في التعاطي معها، وهي المقاربة التي يحكمها ويؤطرها النهج القائم على الحقوق والابتعاد والنأي بالنفس عن النهج الأمني المتحكم في مقاربات الأطراف الأخرى المعنية بهذه القضية، وأقصد بذلك تحديدا أوروبا. ومن هذا المنطلق يأتي اختيار المغرب للمقاربة الإنسانية الحقوقية في تعاطيه مع قضية الهجرة غير نظامية استجابة منه لما يلي: أولاً، انسجاماً مع التوجهات الجديدة أو مع توجهات العولمة، لا سيما فيما يرتبط منها بعولمة الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التنقل، انسجاماً كذلك مع التوجهات أو مع المقاربات الأممية الجديدة لظاهرة الهجرة، وهي المقاربات الأممية التي تنظر لهذه الظاهرة كضرورة إنسانية وكعامل من عوامل التنمية وليس كجريمة تستحق العقاب. ثالثاً، انسجاماً من المغرب مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة. رابعاً، تكريساً من قبل المغرب لتضامنه الثابت والفعال مع الأشقاء الأفارقة. ولعل السياسات المتبعة من قبل المغرب بخصوص قضية الهجرة واللجوء والتي جاءت في خطوطها العامة مستجيبة ومتلائمة للاعتبارات والمعايير الإنسانية والحقوقية لخير دليل على ذلك. أخلص في ختام هذه المداخلة أو المحاضرة إلى أن النجاحات الكبرى التي حققتها السياسة الخارجية المغربية في القارة الإفريقية بفضل التفاعل الإيجابي والبناء
من قبل صانع القرار السياسي المغربي مع هذه المتغيرات الحاصلة في الساحة الإفريقية، إدراكاً وتحليلاً وتخطيطاً، يؤكد حقيقة ساطعة مفادها أن هناك قيادة استراتيجية احترافية في الرباط تعرف ماذا تريد وكيف ومتى تحققه، قيادة نجحت في صياغة استراتيجية متكاملة وواضحة مع القارة الإفريقية، ويصار إلى تأسيس ركائز قوية لها قائمة على الشراكات الشاملة والتضامنية مع دول القارة، وهو ما يجعل هذه الاستراتيجية تتجاوز السياسات التكتيكية التي تصلح عادة للاستخدام التفاوضي إلى صلب أو إلى استراتيجية قوية ومتماسكة بل وحتى منافسة تسعى إلى فرض نفسها على المشاريع الجيوسياسية المتزاحمة في القارة، وذلك بما سيمكن المغرب من حماية والدفاع ومن موقع قوة عن حقوقه ومصالحه الوطنية العليا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية العادلة والمقدسة، فضلا عن إزاحة الأعداء والخصوم وجعل مشاريعهم ومخططاتهم المعادية للمغرب مكلفة وعديمة الجدوى. وشكرا والسلام عليكم. إذن سننتقل للمحطة الثانية من هذا الحصة والمتعلقة بفتح نقاش حول الأفكار الواردة في هذه المحاضرة، فلتتفضل. إذا كانت هناك ملاحظات، اقتراحات، إضافات، أسئلة من شأنها إغناء المحاضرة. تفضل سي شفعي. أشكر الأستاذ الفاضل على هذه المحاضرة القيمة، اللي أعطتنا واحد الصورة واضحة على السياسة المغربية الناجعة، السياسة الخارجية المغربية الناجعة، واللي يعني أثبتت النجاعة ديالها على العديد من المستويات بالنسبة للتعاون والشراكة مع إفريقيا. وفي هذا الخصوص يعني مداخلتي ستتضمن يعني محورين وتساؤل بالنسبة فيما يتعلق بنجاح المقاربة الاقتصادية المحبي الاقتصادي في السياسة الخارجية المغربية، يعني أثبت يعني النجاح ديالو نجاحه ونجاعته انطلاقا يعني من مجموعة من النتائج التي بات المغرب يعني يحصد ثمارها، ولعل يعني أحدث ما هو موجود في هذا الصدد هو أنه بالأمس صدر تقرير لمكتب دراسات دولية يعني معروف بمصداقيته، يصدر تقارير شهرية وسنوية حول مؤشرات التنمية الاقتصادية للبرنامج المضخ تيبي التريتوريال نيفو، وهو لمنظمة أرنست أند يونغ، الذي يعني صدر في تقرير بأنه لأول مرة المغرب يتجاوز جنوب إفريقيا فيما يتعلق بترتيبه القاري على مستوى جاذبية الاستثمارات الدولية. يعني التقارير المرتبطة بالسنوات القادمة كانت دائما جنوب إفريقيا تتبوأ الصدارة متبوعة بالمغرب أو متبوعة بإحدى الدول خصوصا الدول الأفريقية. أول تقرير يعني يقلب المعادلة ويجعل المغرب على رأس هذه الصدارة، وهذا يثبت يعني نجاحة المقاربة الاقتصادية والمحبية التشاركية مع الدول التشاركية مع الدول الإفريقية. بالنسبة للجانب الاقتصادي
بالنسبة للنجاح أيضا على مستوى القارة الإفريقية بفضل يعني التفاعل المغربي لا من خلال المقاربة الأمنية ولا من خلال المقاربة الإنسانية أيضا يعني أثبت يعني النجاح وأصبح يعني نموذجا يسوق في تعامل المغرب مع عمليات الهجرة. المقاربة يعني الإدماجية للمهاجرين الأفارقة بفضل يعني سياسة الاحتضان وسياسة الإدماج يعني جعلت هذا النموذج يعني نموذج قابل للتسويق على مستوى الدولي ونموذج يعني يعطي المغرب إشاعة ومصداقية على المستوى الدولي. والسؤال الذي يعني يرتبط بهذا الموضوع الذي أردت أن أطرحه يعني هو ضرورة يعني التفكير الآن انخرطنا في سياسة الإدماج بما يتعلق بملف الهجرة، ولكن يجب التفكير منذ الآن في وضع سياسات عمومية من أجل يعني أن الأشقاء الأفارقة الذين يحتضنهم المغرب في إطار السياسة الإدماجية يعني لتوفير فرص الشغل والمساهمة في التنمية الاقتصادية الداخلية وكذلك في مساهمة التنمية على مستوى الدولي. شكرا طالب على الملاحظات والإضافات القيمة المعرفية القيمة. طبيعة الحال المغرب بصدد تهيئة سياسات عمومية تمشي في هذا الاتجاه ديال الإدماج المهاجرين الأفارقة وجعلهم طرف أساسي في عملية التنمية الداخلية، وكانت الخطوة الأولى في الإطار هي أصلا البدء بتسوية الوضعية القانونية لهذه. وطبيعة الحال هذه مرحلة أولية ومستقبلا بطبيعة الحال غادي تكون هناك العديد من التجاوبات من قبل المغرب في هذا الإطار، وهناك العديد من الندوات التي عقدت واشتغلت على هذا الملف، وكانت هناك العديد من التوصيات والمقترحات التي تقدم بها المتخصصون والباحثين في هذا الإطار. على مستوى يعني حتى نجاح المقاربة السياسية في التعامل يعني مع القارة الإفريقية كذلك يعني من أهم المستجدات ولعلكم تتبعتم هذا الأمر بالأمس يعني وزير الخارجية لدولة ناميبيا وهي تنتمي للدائرة الجنوبية التي تعرف بالدائرة المستعصية على مستوى عادية. فيعني المغرب يعني حقق واحد نجاح كبير على مستوى يعني الدخول الى هذه الدائره المستعصيه انطلاقا من الزياره التي قام بها العائله المغربيه الى زامبيا الى مدغشقر والى يعني في اطار يعني التفاعل مع الدائره الجنوبيه التي اصبحت تؤتي اكلها حتى الدول التي يعني كانت يعني متشدده في مواقفها فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة أصبحت تتراجع عن هذه المواقف، وبالتالي أصبح المغرب يعني يحقق اختراقا ودخولا على مستوى الدائرة الإفريقية. فيما يخص مسألة الدوائر المستعصية هذا مفهوم أخذ في انتصار أو التفكك. لا توجد هناك دوائر مستعصية حيث المبدأ، إنه العلاقة الدولية تقوم على عامل المصلحة كما هو معروف، وتحكم تلك القاعدة الأزلية التي تقول بأنه ليست هناك عداوات دائمة ولا صداقات دائمة بل مصالح دائمة. ولعل اختراق المغرب الدوائر أو الدائرة الشرقية اللي حتى هي كانت بعض الدول فيها معادية للحقوق والمصالح المغربية، واختراقه كذلك حتى لبعض الدول في الدائرة الغربية هذا دليل يؤكد هذا الطرح. شكرا سي شفيق، تفضل. ترددت في مداخلة الأستاذ عبارة صانع القرار أدرك، بمعنى آخر أن العمل الدبلوماسي هو كما في التعريف إدراك واعي. الدبلوماسية المغربية من قبل لم ترقى إلى المستوى وضيعت فرصا على المغرب كثير. إذن مع العهد الجديد بدأنا دبلوماسية جديدة، نحن راضون عنها كمواطنين، ليس رضا من باب كل فتاة بأبيها معجبة، ليس من هذا الباب، ولكن لما نراه من اختراقات ولما نراه من نجاحات هائلة. فالمغرب عمل في الخنادق لإيجاد سبل لكسر الجدار
الذي يفصل الشعوب الإفريقية عن الثراء والسلام بحثا عن مخرج من الفقر والمرض إلى غير ذلك. معنى آخر أن الدبلوماسية المغربية جاءت بجديد. إذن الأستاذ تناول الموضوع من كل زواياه. مداخلتي سوف تكون في بعض الأحيان متشظية ولكن بينها خيط ناظم. قال أحد المنظرين الدبلوماسيين الأمريكيين بأن السفير هو إنسان وكذاب ترسله بلاده إلى دول أخرى. بمعنى آخر الجانب البراغماتي أن المصلحة فوق كل اعتبار، فلا صداقة ولا عداوة وتدوم، إنما هي مصلحة. بالنسبة للمغرب اقتحم الفضاء الإفريقي بمقاربة مغايرة. مداخلة أخيرة كان رئيس الحكومة قال في آخر مداخلته هنا في الإنصام، قال بأن مختلف لقاءاته مع القادة الإفريقية ينظرون إلى المغرب نظرة خاصة ملؤها الثقة والمصداقية، وبالنسبة للمغاربة هذا رصيد قيمي فتح الأبواب أمامهم. وهنا في مصحة المهندسين قال لهم بأن المستقبلكم سوف يكون في إفريقيا. وهذا بطبيعة الحال في تلك اللحظة أدرك الطلبة بأن فعلا المستقبل سوف يكون في إفريقيا، لأن المغرب قد فتحت هذه الأبواب أمامه. إذن نحن إزاء دبلوماسية القيم وهذا شيء جديد. بالنسبة للمغرب جادل الكثير في إمكانية انضمامه للاتحاد الإفريقي، ولكن المغرب قد دخل، بل لم يكتفي، وهذا أحد النجاحات الكبرى، بل لم يكتفي بذلك، بل عمل على خلق اصطفافات جديدة بحيث أن المقاربة بالنجاحات. المغرب الآن كان آخر دولة سحبت اعترافها بالكيان الوهمي هي مالاوي، آخر هذا الصباح، إذن أول بارح نعم. وبلغ عدد الدول الإفريقية التي سحبت الاعتراف إلى 35 دولة، وهذا نجاح كبير جدا، وهذا اختراق كبير جدا. من آخر أن المغرب اقتنص الفرصة. ذكر تجدد النخب، ظهور نخب، وكان سماهم أحد الكتاب ظهور الفهود الصياد. بالنسبة للخطاب الملكي قال بأن القادة الأفارقة الجدد هم متحررون من العقد الإيديولوجية، وهذا يعني المغرب اقتنص هذه الفرصة، وهذا دليل على شجاعة الدبلوماسية المغربية. إذن لا أريد، لدي مجموعة من الكلمات الأخرى ولكن أترك المجال للإخوة، ولكن في آخرها هذه أمنية وحلم، كما يقال أحلام الأمس حقائق اليوم وأحلام اليوم حقائق الغد. راودتني فكرة أن يكون هذا اللقاء بمثابة نواة إنشاء مركز متخصص بالدراسات الإفريقية. هذا حلم وأتمنى أن يتحقق في يوم من الأيام إن شاء الله. كان هناك نشتغل على هذه المسألة، كان هناك نية، كان هناك إرادة لخلق وتأسيس هذا المركز مستقبلاً إن شاء الله الرحمن الرحيم، طبعا بحال في إطار تفاعل الأساتذة والكلية ككل مع هذا، مع التوجهات الجديدة للسياسة خارج المغرب. أنا أوافقك تماماً على كل ما ورد في مداخلتك، لكن فقط عندي تحفظ على كلمة أخطاء دبلوماسية. فأنا في نظري ينبغي أن نتوقف عن جلد الذات،
وننظر ونتطلع إلى المستقبل. الممارسة الدبلوماسية والممارسة السياسية بصفة عامة ممارسة نسبية، تحتمل الخطأ وتحتمل الصلاح. ما تعتبره أنت أخطأ دبلوماسية أعتبره أنا أخطأ ليست أخطأ دبلوماسية. ربما السياقات التاريخية والسياسية التي شغلت في ظلها الدبلوماسية المغربية في فترة الحرب الباردة بإكراهاتها وإلى آخره، ربما هي التي أفرضت اختيار نهج دبلوماسي معين. ولا تنسى كذلك بأنه حتى الدول العظمى كبرى بإمكاناتها وثروتها ورصيدها السياسي والتاريخي وقوتها العسكرية والدبلوماسية والثقافية قد تقع في أخطاء على مستوى الممارسة الدبلوماسية. إذا الخطأ في الممارسة الدبلوماسية شيء عادي، خصوصا وأن صانع القرار يتعامل مع بيئة السياسة الخارجية، وهي بيئة مطبوعة بالتعقيد الشديد وعدم اليقين وفقدان القدرة على التنبؤ. الشيء الأساس هو أن لا نستمر في الأخطاء، بل أن يقوم الإنسان بالتصحيح. الأخطاء هذه إذا ما اتفقنا على أنه فعلا كانت ربما ممارسات الدبلوماسية المغربية لا وضعناها في سياق السياسي والتاريخي ربما لها ما يبررها آنذاك. كل ما في الأمر وأنه حصلت متغيرات جديدة ومستجدات جديدة في الساحة الدولية التي فرضت إعادة بناء وتشكيل توجهات وأهداف السياسة الخارجية. إذا فلنتوقف عن جلد الذات لأن هذا بطبيعة الحال لن يفيدنا في شيء، وأن نتطلع إن شاء الله على المستقبل اللي هو واعد، الذي تؤكده بطبيعة الحال الشهادات العالمية والدولية أو النجاحات الكبرى التي حققها المغرب ظل واحد الفترة زمنية قياسية. إنه من عادة الدبلوماسية أو السياسة خصها نوع من الوقت، كما كان يقول الملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه، السياسة كالفلاحة، زرع البذور خصو واحد شوية ديال الوقت عاد تجني. قبل الحديث عن السياسة الخارجية المغربية لابد أن نتحدث قليلا عن السياسة الداخلية في المغرب. فالمغرب نجح في السياسة الداخلية على مستوى جميع أعتقد المستويات التي سوف نناقشها في هذه المحاضرة، المتغيرات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والإقتصادية. فالمغرب نجح في على مستوى الاقتصادية أنه استطاع أن يجلب استثمارات وأجنبية، واستطاع أن يحقق أرقام على مستوى الاقتصاد العالمي. كذلك استطاع عرض متغيرات سياسية داخلية أنه وقف إصلاحات دستورية وخلق مؤسسات وتوزيع صلاحيات في بلاد بشكل ديمقراطي. كذلك المتغيرات المالية كما نعرف أن المغرب عانى من ظاهرة الإرهاب وتعاطى مع المغرب بشكل جدي، واستطاع أن وتوفق في محاربة هذه الظاهرة بناء سياسة أمنية التي أخفق من خلالها العديد من العمليات الإرهابية. كذلك سياسة أمنية فقط، سياسة أمنية، سياسة صلبة وناعمة، سياسة أمنية وتوظف كذلك مداخل اقتصادية، مقتربات ناعمة، مداخل اقتصادية، سياسية، اجتماعية، فكرية، ثقافية. هذا هو الشيء الذي يعطي الجاذبية والمصداقية والفعالية
الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب. المزيّر الاجتماعي سليم المغرب استطاع بفضل مبادرات مثل مبادرة البشرية ومحاسبة التضامن، فهذه المبادرات استطاعت إلى الانتقال إلى حد التضامن الإنساني وأفضلت إلى تضامن الإنسان وإعطاء مثلا قدرة على الانتعاش و حرارات فضائية الشاشة. فالمغرب كبلد إفريقي وعى وأدرك أخيرا أن إفريقيا أن هذه من المتغيرات ومباشر معاني منه إفريقيا، وتغيير اقتصادي وتغيير سياسي وتغيير أمني وتغيير اجتماعي. فالمغرب أراد أن يطبق هذه التجارب التي نجح عليها في الداخل أن يطبقها في إفريقيا. شيء أراد أن يطبق هو يقدم كنموذج يمكن الاهتداء به. المغرب لا يسعى إلى فرض نموذجه لا السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الديني ولا الأمني على أي أحد، هو فقط في إطار التضامن والشراكة يستعرض يقدم نموذجه لهذا الإطار. المتغيرات أجهد أن أتحدث عن المتغيرات الاستراتيجية هو الأخير. الموقع المغرب يقع لديه موقع استراتيجي كما ذكر الأستاذ، فهو ينفتح على القارة الأوروبية، وهو كذلك يوجد في نقطة أعلى لشمال إفريقيا، يعني يعتبر ربوع لأوروبا، فأراد أن يبني سياسة جديدة تجاه إفريقيا لكي يصبح طرفاً يتم التشاور مع مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية دولياً إقليمياً ودولياً. لكن السؤال الذي يطرح كيف للمغرب أن يتعامل مع هذه المجالات وأن يطبق هذه التجارب في هذه البلدان الإفريقية، لا سيما أن الإفريقية تشكل مصدر إزعاج للمغرب مع وجود قوى إقليمية. مصدر ماذا؟ إزعاج. قيمة المغرب عندما نتحدث عن الإدراك الاستراتيجي لصانع القرار، فصانع القرار يشتغل على كافة السيناريوهات وكافة الاحتمالات بما فيها ارتباك المسارات وربما عدم تحقق السيناريوهات المرجوة. فصانع القرار يمكن يعني استراتيجية وهي أن تتوقع أسوأ الاحتمال. صانع القرار يدرك هذا الهدف. فيما يخص مسألة الإزعاج شيء طبيعي وعادي، لأنه كاين تزاحم تعارض مشاريع متعارضة، المغرب والمشاريع المعادية شيء طبيعي وعادي، وهذا جزء من عملية التفاعل متعارف عليها في مجال العلاقات الدولية. المغرب لا يسعى إلى خلق نزاع أو صراع أو عداء مع أي أحد أو خصومة مع أي أحد. بالعكس، المغرب يمد يديه أشقاء الأفارقة شرقا بما فيهم قوى المعادية ولهاد الخصوم لتجاوز الخلافات والتطلع إلى إفريقيا جديدة تكون فيها القيادة لإفريقيا كقارة وليس لدولة معينة. المغرب يطرح رؤية متقدمة تجاه تعزيز العلاقات وتعميق أواصر التعاون مع دول القارة باعتبار أنه السبيل الوحيد للنهوض باستحقاق التنمية الداخلية في القارة لن يتم إلا عبر آلية تجاوز الخلافات والمشاكل والانفتاح وبناء أفر إقليمية تعاونية وتكاملية في هذا الإطار. كما أما فيما يخص يعني العداء، التصريحات الدبلوماسية، محاولات الإزعاج، تشويش على المغرب، كما قلت لكم ذاك النار لا يقذف بالحجر إلا الشجر المثمر. هذا شيء عادي
المغرب كان كينتظر انه هاد النجاحات اللي غادي يحققها راه ما غاديش تكون محطه ولا موضع رضا من قبل البعض، ماشي غير الاعداء فقط، بل حتى ما يسمى بالاصدقاء الخصوم. مفهوم؟ إذن هذا شيء عادي في العلاقه، ولا ينبغي يعني ان نلتفت اليه، فينبغي التقدم الى الامام. اما اذا هنا ما عرفتش، ما اذا يعني حاول البعض يعني خلق توترات وعدم الاكتفاء فقط بهذا المسائل، توترات ما نعرف امنيه حدوديه، حنا كنعرفوا مشكل ديال الكركارات اللي وقع مؤخرا، فمن هزم الاصيل لا يهاب الوكيل. ويكفي ان الانسان يرجع لاحداث حرب الرمال لكي المغرب دولة مسالمة، فاعل رشيد، لا يسعى إلى خلق توتر أو تجادل مع أي أحد. كل ما يتعلق بأن هناك حقوق ومصالح وطنية وقارية للمغرب، المغرب يسعى إلى فرضها ماشي بالقوة، بالعكس، بل بالدبلوماسية وبالاعتراف والاحترام المتبادل فقط. شكرا. تفضل. استاذ شكرا على العرض الشامل الذي تعرض لجميع الابواب التي تخص علاقه المغرب بافريقيا. عندي ملاحظات اثنتين، والاولى تخص علاقه المغرب التاريخيه والثقافيه والدينيه التي تربطه بافريقيا، بقرى افريقيا، وهذا ما يلاحظ من خلال شيئين اثنين. الاول هو زياره الملكيه المتكرره التي قام بها صاحب الجلالة إلى مجموعة من دول إفريقيا، خاصة منها الدول الإسلامية، نذكر منها مالي مثلا والسنغال، وما يتبعها من مثلا من توزيع المصاحف وإقامة صلوات الجمعة في هذه الدول، وهذا الشيء الذي هو سيمبوليك، شيء رمزي الذي يدل على الثقافة التي تجمع المغرب بالبلدان الإفريقية الإسلامية. والشيء الثاني هو تكوين في هذا المجال، هو تكوين الأئمة الأفارقة داخل تراب وطني داخل المغرب على ضوء المذهب الشافعي المعروف بالمالكي، عفوا المعروف بالوسطية والاعتدال. وعندي تدخل آخر يهم الشقة المالية والبنكي الذي يقوم به المغرب داخل القارة الإفريقية، حيث نجد أن مجموعة من البنوك المغربية قد اخترقت الأوساط الإفريقية، الأوساط المالية الإفريقية، نذكر منها مثلا تجاري وفا بنك، بين سيرو والبنك الشعبي، بل وأصبحت تنافس بعض الدول الأوروبية التي كان لها باع طويل وقديم في هذا المجال، مثلا فرنسا، بالإضافة إلى خلق مركز مالي جديد في المغرب في الدار البيضاء، كازا سيتي سنتر، الذي يشكل قطبا هاما لاجتذاب الرساميل الأجنبية الغربية الأوروبية والمغربية، وإعادة ضخها في إفريقيا مع المكتسبات المحتملة للمغرب من خلال الوساطة في هذا المجال. وشكرا على التدخل البسيط. نقطة أو ورقة في غاية الأهمية، وهو ورقة الدين. هناك تصاعد يعني واضح للبعد الديني في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية الدولية. لكن ما أود الإشارة إليه هو أن يتم إهمال، عندما نتم الحديث عن البعد الديني فقط نتحدث عن علاقات المغرب مع الدول الإفريقية المسلمة، ونغيب علاقات المغرب مع الدول الإفريقية المسيحية التي تتبنى الديانة المسيحية. هذه نقطة جد مهمة، وهي العلاقات التي يشتغل عليها المغرب عبر آلية حوار الأديان والحضارات. المغرب كان من الدول السابقة على مستوى العالم
ترويج ثقافة الحوار أو حوار بحضارات الأكيان، وكان له حضور قوي بارز في كافة المحطات والمنتديات والمؤتمرات الدولية المرتبطة بهذا الموضوع. لا حديث عن البعد الديني من خصوص حقيقة العلاقات ما بين المغرب والدول الأفريقية. النقطة الثانية، وأن المغرب في توظيفه ولا في استعماله لأوراقات الدين أو الدبلوماسية الروحية هو يتفادى مسألتين في غاية الحساسية. المسألة الأخرى هو أنه المغرب من خلال تكثيف ارتباطاته مع الفاعلين الدعويين في القارة الأفريقية، القصد بالأساس من قصد الزوايا، لا يسعى إلى التدخل في الشؤون الاجتماعية والدينية للدول. هذه مسألة ينبغي توضيحها. لا ليس على حساب المؤسسات الرسمية كوزارة خارجية. النقطة الثانية من خلال النقطة الثانية مرتبطة بأن المغرب خلال توظيفه للدبلوماسية الدينية أو الروحية فهو لا يقوم بما يسمى بالتوظيف المراوغ للدين بخلاف بعض الدبلوماسيات الدينية العالمية معروفة الهوية والمصدر. إن المغرب لا يسعى إلى تنميط أو فرض نموذجه في التدين على الآخر. هو في الأمر يقترح تجربة وتدبير معين للشأن والحق الديني الذي من شأنه أن يستعمل كآلية للمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن في القارة، وبالأساس بخصوص تهديدات الإرهاب خلال إشاعات الفكر الديني الوسطي المعتدل القائم على الحوار والتسامح، ولا يسعى إلى تنميط أشكال التدين الديني الأخرى بالنمط المغربي. لا سمحتوا غادي نقترح لكم واحد الاستراحة ومن بعد نعاودوا إن شاء الله. Thank you.